بشأن استمرار الانتهاكات ضد مسلمي الهند، معنا هاتفيا من اسطنبول الصحفي المتخصص في شؤون الأقليات محمد سرحان. مرحبا بكم أستاذ محمد. مرحبا بحضرتك. أهلا بكم. إذا ما الأسباب الموضوعية التي أدت إلى هذا التصعيد في الهند ومهاجمة ضريح تاج محل؟ هو للأسف هناك مساعي هندوسية تقودها الحركات المتطرفة للاستيلاء على كل المعالم التاريخية خاصة الإسلامية منها في الهند. يعني طبعا كما ذكر التقرير، بعد انتزاع مسجد بابري التاريخي من المسلمين بحجة بنائه على أنقاض معبد هندوسي ونزع أرضي بحكم قضائي، اتجهت الأنظار لغيره من المساجد في الهند أيضا، منها مسجد جان واضي وعيد جا وغيرها. وأيضا أصبح هذا العمل أو فكرة هذه المزاعم أصبح مخططا متبعا. يعني هناك قائمة لدى الحركات الهندوسية المتطرفة تضم نحو 3000 مسجد ومعبد ومعلم تاريخي يستهدفون نزعها وهدمها وتشييد معابد هندوسية مكانها بحجة أن هذه المعالم بنيت أو أنشئت على أنقاض معابد هندوسية. هذه الحركات المتطرفة، نعم عفوا، يعني تريد أن تقول أن هذا يعني امتداد للانتهاكات العنصرية السابقة ضد المسلمين وليس حدثا عابرا. إذن هل تعتقد أن الحزب الحاكم في الهند يقف خلف هذه الممارسات وربما حتى يشجع عليها؟ هو طبعا الحزب الحاكم للأسف هو الذي أوجد هذه البيئة السياسية الخصبة لاستهداف المسلمين. فالدعاية الأساسية للحزب الحاكم في الانتخابات العامة في 2014 و2019 كانت إنشاء الدولة الهندوسية. أيضا قيادات بارزة في الحزب الحاكم لها كل يوم وآخر أو كل فترة وأخرى اعتداءات واضحة يتم تصويرها على المسلمين والتحريض ضدهم والتحريض على قتلهم في الشوارع وهدم منازلهم ومساجدهم ومحلاتهم التجارية أيضا. فالحزب الحاكم ليس بعيدا عن هذه الاستهدافات أو هذه الاعتداءات. لكن هنا أمر مهم يجب أن نشير إليه، تفضل، وهو أنه الحكومة الحالية التي كانت تحكم الهند أيضا في 2015، لأن هذا الحزب الحاكم بدأ من 2014، هي نفسها نفت كل المزاعم الهندوسية التي تدعي أن تاج محل بني على أساس معبد هندوسي. فهي الآن يعني عندما تساند أو تفتح الباب أو تعطي الضوء الأخضر لهذه المزاعم وفتح الباب أمام اعتداءات على تاج محل وهكذا، أي موقف تضع نفسها فيه يعني. يعني إلى أي مدى يمكن أن تتصاعد هذه الأحداث في الهند؟ هل يمكن أن تخرج عن السيطرة؟ هو للأسف يعني استهداف المسلمين في الهند في تزايد مستمر، وهذه الاستهدافات والاعتداءات لن تتوقف للأسف في ظل هذه البيئة الحالية والمناخ السياسي الذي يحكم الهند. نحن نشهد استهداف المسلمين على عدة مسارات، سواء بإجراءات رسمية من قبل السلطات الحاكمة والحكومة، سواء عبر القوانين التي يتم تشريعها للتمييز ضد المسلمين. الإعلام نفسه يقدم صورة المسلمين باعتبارهم متهمين في كل الأحداث وباعتبارهم مصدر الأوبئة ومصدر الشرور في الهند. حتى الأفلام السينمائية أصبحت تصور المسلمين باعتبارهم يعني ارتكبوا إبادة جماعية وجرائم بحق الهندوس. وبالتالي كل هذه المسارات أو كل هذه يعني مظاهر الاستهداف تفتح الباب أمام حتى المواطن الهندوسي العادي الغير مؤدلج لتبرير ويعني الحض على جرائم الكراهية ضد المسلمين. هل تعتقد أيضا أن الهندوس ربما استغلوا انشغال الجارة باكستان بأزمتها السياسية الداخلية؟ باكستان يعني طبعا كانت تعتبر يعني حائط الصد الأول كما يقولون بحكم القرب الجغرافي وبحكم القاسم المشترك تاريخيا يعني، وكانت صراحة لا تتوانى عن اتخاذ المواقف مع كل حدث تشهده الهند ضد المسلمين. لكن طبعا حاليا باكستان مشغولة بوضعها الداخلي وأمورها الداخلية، وبالتالي فالباب يعني أصبح يعني أو الأمر أصبح متاحا بصورة أكثر بالهندوس لمضاعفة يعني ممارساتهم ضد المسلمين واستهداف المسلمين ومعالمهم التاريخية. إذن شكرا جزيلا لك سيد محمد سرحان الصحفي المتخصص في شؤون الأقليات.